سكوتر دريفت 36 فولت، يجي كامل أغراض حماية معاه، 2 مفتاح وبلوتوث. وهذه الشركة صراحة ما شاء الله تبارك الله بتهتم فعلا بخامة وجودة السكوتر. هذه ماركة ليمودو، ألوانه مرة ممتازة، وخامة البلاستيك اللي مصنوع منه السكوتر صراحة مية مية. السكوتر بيكبر ويصغر حسب المقاس، هذا بيتفك ويمديك تختار الدرجة اللي انت عايزها وبعدين ترجع تقفله من تاني. السكوتر زي ما انتوا عارفين بيجي 3 سرعات، هذا سرعة 1، ايوه 2 3، وهذا مكان الشاحن، بيجي مع 2 مفتاح. وهذه الشاشة حقت البطارية، تعرفك البطارية فل او لا. شحنه في العادي 4 ساعات إلى 6 ساعات، يفول معك شحن، يشتغل بالكثير لحد ساعتين. اركب وجرب، تحمل ما شاء الله وزن لحد 60 كيلو 65 كيلو شغال.